أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم في الدرس السابق حديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للشيطان: ألعنك بلعنة الله، وقد جاء نهي عن سب الشيطان لكي لا يتعاظم. سبب يلعن لسبب، الشيطان ما يلعن دائما وإنما يلعن لسبب، هذا سبب، يعني كونه تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم هذا سبب يقتضي اللعن.